في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الثاني والعشرون في صباح هذا اليوم اللي في أول المراكز. هذا شعار بن عويضة، هذا شعار السيد علي بن بخيت بن عويضة، هذا رقم 14 الفارس للسيد حمد. 14 في هذا الشوط للسيد حمد بن علي بن محمد الشراب، ولكن هذا شعار بن عويضة السيد علي بن بخيت بن عويضة، ومن سمي الفارس بتعود مكية الفارس للسيد علي بن حمد علي بن بخيت بن عويضة المري، ورا مادة الزعفران على رأس هذا الفارس. أما في ثاني المراكز اللي واصل هذا الشقب للسيد سلطان بن سعود بن المسيفري، بنتمنى لك التوفيق يا سلطان في هذا الشوط. أما في ثالث المراكز اللي واصل له رقم 11 هذا هو ياسة للسيد حمد بن علي بن محمد الشراب، ولكن روح مع بن عويضة، روح مع هذه الشحانية الذين انتزعوا المركز الأول وسيطروا سيطرة تامة، ويبي يحطم التوقيت من عويضة في ساعة مقدمة لأفضل توقيت من السيد علي بن عبد الهادي البريدي. هذا هو الفارس للسيد علي بن بخيت بن عويضة المري في هذه اللحظات. أرى المتابعة من السيد حمد بن بخيت بن عويضة، أنت في أمان يا حمد، وأنت في أمان في أول المراكز في هذه اللحظات. وهذا هو الفارس، وكعوايد هذا الشعار دائما أبدا، وابتعد كل البعد من جميع الإخوة المشاركين، ومادة الزعفران على ظهر على رأس الفارس. نقول تهانينا والناموس، سلام يا الشحانية، سلام على هذا الفوز للسيد علي بن بخيت بن عويضة. أما في ثاني المراكز اللي وصل له رقم 6 بعدي للسيد حمد بن فاران بن قريع مع بعدي في أول المراكز. ثالث المراكز اللي هو بشاش للسيد زايد بن مطر بن ضابط الدوسري في هذه اللحظات. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:05:30. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.